صباح الجمال، صباحكم جميل بجمال قلوبكم. صباح الخير يا أمنية. صباح الخير يا رشا، صباح الجمال. في تاني حلقة من حلقات برنامجنا الشاي الأخضر هتكون معانا فقرة أول فقرتنا عن الجمال. والجمال هنتكلم أكتر عن مسابقة ملكات جمال الحجاب، وهتكون معانا الوصيفة الأولى للملكة أمنية أحمد، وهتكون معانا الصاعدة للتوب 10 هالة القصاص. دي أول فقرة لينا يا أمنية. تاني فقرة هتكون معانا إيه؟ تاني فقرة هتكون معانا، ولأن احنا المرة اللي فاتت ما قدرناش نتكلم بطريقة كافية عن الشعر وعن العناية بالشعر، وظهرت علاجات كتير زي الكرياتين والبروتين والبوتكس، ودي كلها علاجات مش عارفين نفعها من ضررها وازاي نتعامل معاها بطريقة سليمة وصحيحة. فهتكون معانا النهاردة خبيرة العناية بالشعر سحر مصطفى، هتكلمنا اكتر عن العلاجات دي وتفهمنا ازاي نتعامل معاها بطريقه صحيحه وتقدم بعض النصايح للمشاهدين. فهنطلع دلوقتي فاصل صغير جدا ونرجع تاني مع اول فقراتنا، فقرات ملكات جمال الحجاب. انتظرونا. مع ملكات جمال الحجاب والوصيفة الأولى لملكة جمال الحجاب، أهلا بيكي أمنية أحمد، شرفتينا ونورتينا في الشاي الأخضر. ومعانا هالة القصاص الصاعدة للتوب 10 لملكات جمال الحجاب، صح كده؟ منورينا النهارده، سعداء جدا بوجودكم معانا. أول حاجة احنا عايزين بس نسألكوا كيف ازاي اشتركتوا في المسابقة بالنسبة لأمنية؟ والله هو انا كنت اشتركت في سيزون 2 قبل كده، بس ما كانش حصل نصيب ان انا كملت. فالسيزون ده انا كنت شفت برضو زي ما بشوف اللينكس بتاعتهم على الفيسبوك لما بتبدا المسابقه ان المتسابقات يقدموا عليها، بس والله ما كانش يعني من جوايا عندي باشن ان انا اقدم قوي علشان اللي حصل بس في سيزون 2. يعني هو في اللينك موجود على البيج على الفيسبوك، عادي اي بنت محجبه تقدر ان هي تدخل مثلا تقدم عن طريق اللينك، صح كده؟ تمام، طالما بتقرا الشروط وهي شايفه نفسها مناسبه ليها او بتنطبق عليها بتقدم على اللينك وبتتواصل معاهم على البيج، وهم بيبداوا يعملوا انترفيو. لو انا طب ممكن تقول لنا بس شويه من بعض الشروط ايه، وهلا برضو تكمل باقي الشروط. اكيد اول حاجه الالتزام بالشكل الحجاب اللي ما بيخرجش عن اطار التدين الصحيح. التناسق اكيد في طول وفي وزن، دي من اهم شروط المسابقه برضو. اكيد لازم الثقافه سواء الفكريه سواء الدينيه برضو بتكون ليها، دي عامل كبير جدا علشان تكون البنت اصلا تقدر تعبر عن الحجاب وتقدر توصل الرساله الصحيحه عنه. ايه تاني يا هاله؟ كان من ضمن شروط السنوات تبقى من 18 ل 32 سنه في التقديم، على الاقل يكون تعلمها تعليم كويس وبتتقن على الاقل لغتين انجليزيتين، وتكون لبقه بقى في الكلام، يكون عندها هدف، يكون عندها طموح معين. فدي الحاجه اللي صدقتني ان انا ادخل المسابقه، اللي حبيت انا اشترك عشانها يعني. طب قولوا لي بقى ايه هي المراحل اللي مرتوا بيها، واصعب مرحله بالنسبه لكل واحده فيكم كانت ايه؟ والله الموضوع في الاول كان اللي هي النسبه يا 50-50، يا هنجح يا مش هنجح. لما الواحد وصل للتوب 10 المسؤوليه عليه بقت كبيره، الموضوع حاسه انه دخل في الجد قوي. لا انا دلوقتي بقيت من توب 10 يعني اون سبوت، متركز عليا انا لازم اكون بظهر في مظهر كويس جدا بحجابي، بطريقه كلامي، بالتواصل مع الناس، اصحابي بداوا يبصوا لي ويركزوا معايا جدا، مع تصرفاتي بدا الفولو يعلى اكيد عندك. طبعا اكيد السوشيال ميديا حصل فيها تطور كبير جدا، يعني الواحد ما كانش بيفتح موبايله من كتر النوتيفيكيشنز اللي بتجيله وكده، كان في رهبه، كان في رهبه، الواحد كان في الوقت ده حاسس انه عايز يعتزل كل حاجه حواليه بس ويركز مع نفسه، وهو داخل على خطوه جد، داخل على موضوع خلاص بيشيل مسؤوليه كبيره. حسيت انك داخله على حاجه كبيره، خايفه ما تكونيش قدها او ان انت تتاثري من ناحيتها؟ بصراحه خفت من الالتزام بحاجه زي دي تكون انا مش قدها او هي اكبر مني. وانت يا هاله؟ هي كانت المرحله الاخيره، هي كانت اصعب مرحله طبعا انا مريت بيها، واول مرحله خالص، لان انت طبعا مش عارفه اي حاجه في المسابقه. انا سالت اللي قبلي ومحدش رد عليا، يعني كلهم قالوا لي ايه روحي وبسيطه. انا اصلا جيت المسابقه دي انا عايشه في روسيا ومقيمه بقالي 5 سنين هناك، بحضر الدكتوراه بتاعتي هناك، فانا جايه مخصوص اصلا عشان المسابقه، يعني ما كانش عندي اي حاجه يعني تانية. انت نزلتي مخصوص علشان المسابقه؟ هم يعني اتصلوا عليك ان انت من الناس اللي نجحتي؟ انا قدمت الفيديو وانا هناك بتعمل لي فيديو تعريفي ليكي، فقدمت من قدام مسجد هناك وانا بره، ورحت بعته الايه على الخاص في البيتش،
وراحت قالوا لي خلاص هنتصل بيكي في 22 فبراير. انا طبعا الرقم المصري مقفول يعني هيتصلوا بيا ازاي، رحت نزلت في فبراير على طول. اول ما عرفت ان هم هيكلموني وقتها رحت نزلت. قلت يمكن يكون الحظ معايا بقى. هم قالوا لي ان شاء الله هنكلمك، هم بيعرفوك ان هم هيكلموك اللي انت هتدخلي معانا يعني. طيب كان كم عدد المشتركات في المسابقه؟ يعني تقريبا حوالي 3000 كل 3000. اللي اشتركوا واللي دخلوا بقى ساعتها الانترفيو بقى العدد كان اقل شويه، يعني هو كل اللي اشتركوا في المسابقه على البيج كانوا 3000. 3000 مشترك كتير جدا. كتير جدا فعلا من جميع اكيد المحافظات طبعا. من جميع، وفي بره مصر كمان ناس كتير قدمت. هي كانت اي قبل كده على البيج. طب الحياه قبل المسابقه حاجه ووقت المسابقه حاجه وبعد المسابقه دي حاجه تانية بقى، بعد ما كل واحده فيكم حصلت على لقب سواء وصيفه او من توب 10 او ملكه جمال، المسؤوليه اللي حسيته يعني ايه تجاه اللقب ده كانت ايه هي؟ او حسيتوا اكتر ان انتم مسؤولين عن اللقب وما ينفعش تتصرفوا تصرف معين عشان لا ده ملكه جمال وازاي ومش ازاي وكده؟ حقيقي فعلا الموضوع ده انا كنت اوريدي شايله مسؤوليه في الاول قبلها. اثناء المسابقه ابتديت ايه اتعرف اكتر، يعني انا كنت معروفه من قبلها شويه وعملت كام لقاء علشان دراستي وحياتي بره مصر وجوه. اثناء المسابقه اتعرفت اكتر شويه، بعد المسابقه بقى الموضوع بقيت معروفه جدا. بقت مسؤوليه كبيره جدا عليا ان انا لازم احافظ على شكلي. اتعلمتوا ايه بقى هاله من بعد ما انتوا؟ المسؤوليه بقت كبيره جدا جدا في كل حاجه، انك لازم دلوقتي بقيتي صوره وقدوه لناس كتير. الاصغر منك والاكبر وطبعا منك اكيد بقى التزام في مثلا في حجابك بقى اكتر طبعاً. التزام في شكلك في لبسك، وعايزه اطور نفسي اكتر اتعلم حاجات اكتر، يعني دي حاجات خلتني المسابقه دي ادتني التحميس ان انا اعمل ده اكتر. وانت امنيه حسيتي بايه بقى تجاه اللقب؟ والله في نفس يوم المسابقه يعني خلاص الواحد من كتر التوتر وصل لمرحله اللي هو انا عملت اللي عليا وزي ما هتيجي هتيجي. وفعلا يعني المسابقه دي انا حسيت بروح تقارب ما بيني وبين اصحابي من المتسابقات بطريقه لدرجه ان الواحد فرحان لصاحبته او للمتسابقه اللي معاه اكتر من نفسه. احنا لسه هنسالك دلوقتي كانت ايه كواليس المسابقه بقى بالظبط؟ ايه الكواليس اللي كانت بينكم؟ يعني هل بقى كان في حته اللي هي الغيره او دي كانت موجوده ولا لا؟ احنا اصحاب جدا لحد دلوقتي، لسه بنتكونتاكت مع بعض على طول، بننزل بنشوف بعض. بس اكيد كان كل واحده نفسها ان هي اللي تكسب وتكون الملكه، صح ولا لا؟ اكيد. بس من جوه ما كانش فيه احساس اللي هو الغيره بتاعت ان انا ممكن ازعل او اكتئب من ان انا ما اخدتوش، لا هفرح لصاحبتي كتير. هي المسابقه خلقت ما بينكم روح من الحب جدا. ودي احسن حاجه ان المسابقه تبقى وديه كده، في روح رياضيه ما بين هو فعلا كان الايفنت كمان كان جميل جدا ورائع. انا من ضمن الناس اللي كنت موجوده في الايفنت، وكان بصراحه حاجه تشرف بجد في بلدنا، حاجه تشرف قوي يعني. طب قولوا لي بقى احلامكم ايه بعد المسابقه؟ نفسكم توصلوا لفين؟ انا كان من اكتر حاجه نفسي اوصلها في المسابقه ان هي تساعدني عليها ان انا اقنع كل بنت بالحجاب ويعني ايه حجاب؟ مش معنى ان انت محجبه ان انت مقيده بالقيود الاجتماعيه اللي اتفرضت علينا بفكره الحجاب الغلط، وان البنت المحجبه مش مثقفه ما تقدرش انها تشتغل في مناصب كبيره. احنا دلوقتي بنشوف الحجاب في كل حته، في كل مكان. بنشوفه في الرياضه وفي الفن، بنشوفه في الاعلام، بنشوفه في كل حته. الحجاب هو مجرد ستر للبنت عن التزام بتدينها، مش معنى كده ان هو بيعوق الحريه الفكريه بتاعتها بالاطلاق اطلاقا. الجمال الفكري والثقافي والاخلاق بيفضل موجود سواء بالحجاب او من غير الحجاب. فانا كان نفسي اشجع كل بنت على خطوه الحجاب متردده من النقطه دي. لا، في نماذج كتير محجبات بارزين وكويسين، احنا نتعلم منهم. انا بصراحه لما بشوف في الرياضه بنت بتقدر تمارس رياضه بحجابها انا بكون مبسوطه جدا، بتشجعني على حركه زي دي. دلوقتي بقت في كل المجالات المحجبات بقت في اي مكان. احنا بنشوف الحجاب في البيت الابيض في اكتر مكان كان بيحارب الاسلام، يعني الحجاب بقى في كل مكان. انا عن نفسي لما دخلت المسابقه كان هدفي ان انا اوصل ان في بنت ممكن توصل لمركز معين ومنصب معين بره مصر تبقى محجبه، حتى لو عايشه في دوله يعني ما تعرفش حاجه عن الحجاب. طب ثواني عشان احنا معانا استاذه ايه خلاص على التليفون. الو صباح الخير. صباح النور. صباح الجمال ايه. اهلا مش صباح الخير عليكم كلكم. صباح النور ايه حبيبه قلبي، طبعا دي صديقتي حبيبتي ايه، منورانا جدا. آية محمود يا جماعة هي مؤسسة فكرة ملكات جمال الحجاب في مصر، يعني هي دي بقى هي المؤسسة للفكرة. فعايزاكي بقى آية تقولي لنا هي جات لك منين الفكرة الروعة دي؟
حبيبتي رشا، اولا بحب اهنيكي على البرنامج ميرسي. الجميل ده، ودايما كده مزيد من التفوق والنجاح. ميرسي يا ايه، وانا ميرسي مش عارفه مين اللي معاكي، تقريبا هاله وامنيه. معانا هاله، هاله القصاص، ومعانا امنيه احمد الوصيفه الاولى. كان نفسي كان طبعا نفسنا تيجي طبعا ملكه جمال الحجاب. كل البنات يكونوا موجودين التوب 10، لانهم يجوا يتكلموا عن الفكره ويعرفوا ان الفكره واللقب قائم، ويعني وفي هم قدوه لبنات كثيره جدا. يعني احنا حاليا بنجس نبض ان احنا نعمل موسم جديد، والاقبال هايل، وده بفضل وجودهم هم. كل سنه يعني بيحصل اقبال اكتر من السنه اللي قبله. يعني انا كل سنه يا رشا اقول انا مش عايزه اعمل المسابقه، لا مش هنقدر كده. طب استاذه ايه، استاذه ايه، معاكي امنيه، امنيه عبد العزيز مذيعه في البرنامج بهلو، تقريبا انت مش شفتيني. اهلا وسهلا يا امنيه، اهلا بيكي. عايزه اعرف بس، من يعني المسابقه من 2015 وهي قائمه، يعني كل سنه بتتعمل من 2015، الفكره من 2015 جات لك ازاي؟ يعني ليه حبيتي تعملي مسابقه ملكات جمال للمحجبات؟ لان انا كنت انترستد جدا بميس ايجيبت، وكنت بتعرض دايما ان وانا في شغلي القديم كان في مشكله في الحجاب، وكان في بعض الفئات وبعض المؤسسات بتمنع الكلام ده من 2015، عمل المراه او وصول المراه بالحجاب. فمن هنا جات لي الفكره، احنا عايزين نعمل سبوت على المراه المحجبه، عايزين نعمل، لا دي احنا قدوه وبنحافظ على حجابنا، وحجابنا مش مبتذل، ونقدر نشتغل في كذا حته ونقدر نثبت نفسنا. انت عايزه توصلي رساله ان احنا نقدر نعمل اي حاجه في اي وقت في اي مكان، اهم حاجه ان هي مش غلط او مش تعيب، صح؟ اعتقد الموضوع حتى المذيعات كان مقتصر جزء عليهم في الدين دايما او برامج الطبيه، لا احنا كنا عايزين نكسر الحاجز ده. احنا عايزين، لا فيها ايه لما المحجبه تقدم برنامج عادي وتوك شو، فيها ايه؟ يعني في مطالب كتيره كان نفسنا فيها، ايه لما تبقى مضيفه غير محجبه، ريسبشنست في بعض الشركات الانترناشونال ومش دلوقتي محجبة. بقت كمان يا ايه ممثلات محجبات، يعني حتى الممثلات بقت في ممثلات محجبات، بس قليل جدا. قليلين جدا، قوليلي كده هتلاقيهم يعني فاهمه زي ما بيقولوا بيتعدوا على الطوابير. مفيش الكونسبت ده، مفيش. ان حتى اعلاناتنا، الاعلانات بتاعتنا نادرا لما بتلاقي واحده في اعلان محجبه. آية محمود، احنا كان نفسي فعلا، كان نفسنا ان انت تشرفينا وتنورينا، بس علشان شغلك وكده فللاسف ما جيتيش، بس نتمنى المره الجايه في الحلقه الجايه ان شاء الله تجي لنا ونعمل السيزون الثاني. اكيد يا آية، يعني ان شاء الله. ان شاء الله لازم يبقى في سيزون ثاني لملكات جمال الحجاب الخامس بقى. الخامس. طب اخر سؤال استاذه ايه، طبعا كل حاجه بتبقى طالعه جديده لازم تلاقي حد بيحبطك، حد بينتقدك، حد يقول لك ايه الفكره دي، لا دي مش مهمه. حصل معاكي حاجه زي كده؟ طبعا. ايه اللي حصل بقى؟ مش عارفه، والبنات عارفين ان كل سنه المحاربه بتبقى ازيد من السنه اللي قبليها، وفي ناس كتيره بتحارب الفكره، وفي ناس بتقف على الفكره، وبكل سنه باخد هولد، بس بلاقي في حاجات بترجع الواحد. يعني حتى ده مش الشغل بتاعي الاساسي، انا عندي شغلي الاساسي، بس في حاجات بترجع الواحد. منهم احلام بنات كتيره بيحلموا ان هم يبقى عندهم متابعين، ان هم يبقوا قدوه، ان هم ياثروا في المجتمع، ان هم، انا يعني كذا مره نزلت كميه الرسائل دي، ان احنا بناخد يا رشا في اليوم بناخد معدل اكتر من 200 رساله في اليوم، انا نزلت قبل كده. فانا مش متخيله كم الناس اللي عندها شغف بدخول المنافسه، المنافسه دي بتكلفني كتير كل سنه، بس انا خلاص قلت ما دام انا دخلت ريسك اتحمل مزاياه وعيوبه، عيوبه بتاثر فيا، بس باخد هولد كده وبرجع اقوى مره ثانيه. لا احنا لازم تبقي اقوى من كده كمان، واحنا معاكي وكلنا معاكي وهنساندك يا ايه، ولازم تعملي المسابقه لخامس مره سيزون، وما تنسيش تعزميني اكيد في الايفنت طبعا. تعزمينا. منورتينا، نورتينا ايه محمود، نورتينا وشرفتي، مع السلامه. نرجع لكم تاني بقى، هاله وامنيه، انتم منورين بجد، وشوشكم اصلا ما شاء الله منوره في الكاميرا وما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم
كان بيتاخد من الشروط برضو جمال الشكل الخارجي من ضمن الشروط؟ لا ما كانوش كاتبينها، هو اهم حاجه تبقي يعني عقلك هو اللي كويس، تبقي مثقفه، تبقي لابقه، تبقي طموحه، لكن ما كانوش كاتبين طبعا ان ملامح الشكل اساسيه تماما. اه بس هي من ضمن يعني، بس انا اصلا شفت بصراحه البنات كلهم كانوا حلوين بامانه يعني، انا شفت البنات كانوا كلهم فعلا جمال جدا، فانا عشان كده بسال من ضمن الشروط كان جمال ال لا لا خلاص هو اللي فعلا بشهاده اكتر من حد بيتابع المسابقه ان ده اكتر سيزون البنات فعلا فيه كانت فيه جميله جدا فعلا، انا حضرت السيزون كانت فعلا كل البنات جميله جدا، فاحنا كنا مستعجبين يعني هيختاروا مين ولا مين يعني، حتى كمان البنات اللبقه وكلهم اسلوبهم راقي جدا وكانوا كويسين جدا بجد. لا لا ده حقيقي السيزون ده هو الجمال في الغالب مش جمال شكل، جمال روح وطبع وتعامل واخلاق. انا ممكن اكون جميله جدا بس مش عارفه اوصل رسالتي، مش عارفه احبب اللي قدامي في الفكره في الحجاب في اكتر من حاجه بالاقناع. ممكن اكون جمالي بسيط جدا بس من طريقتي البسيطه والسهله ان انا بوصل الفكره صح، بقنع اللي قدامي وبياخد خطوه وباثر فيه وبعمل حاجه. مش الموضوع مش مقتصر على الجمال بس. طيب المسابقه بقى غيرت ايه في حياتكم بعيدا بقى عن الحجاب وبعيدا عن توصيل فكره الحجاب، انتوا كاشخاص عاديين ايه اللي اتغير في حياتكم بعد المسابقه؟ الواحد مش قادر يتنازل عن فكره انه دايما عايز يكون احسن، عايز يقدم حاجه، عايز ياثر في اللي قدامه. بعد ما وصل لمرحله ان انا بقيت واقفه في مكان اللي حواليا بيتاثر بيا وبيجي لي مسجات كتير بعد المسابقه، طب انت عملتي ايه، طب انا ممكن احسن من نفسي في انهي نقطه علشان اوصل للشروط تنطبق عليا. طيب اصحابي كمان اللي خدوا الخطوه ان هم يتشجعوا يلبسوا حجاب وبطريقه لذيذه بيسالوا عن الفاشنز دايما، وانتوا كان شكلكم حلو جدا في المسابقه، انا شفت السيشن بالفساتين البيضاء وكان جميل قوي. ايوه فالواحد خلاص وصل لنقطه مش عارف يرجع ورا، عايز ياخد دايما خطوه لقدام، يعمل حاجه في حياته، يعمل حاجه لحجابه، يبقى زي ما بيقولوا كده بصمه مؤثره في كل بيت عند كل بنت محجبه. انا كانت الموضوع ده برضو بالنسبه لي لان انا عندي طلبه كمان وفي سن كبار، فالبنات بقوا نفسهم عايزين نكون زيك، نفسنا يعني جوي الاوضه مثلا عندي احنا انت القدوه بتاعتنا، ازاي نبقى زيك، طب ازاي ندخل المسابقه، ازاي نعمل كذا، طب حطينا كده على اول خطوه. فدي كانت بالنسبه لي حاجه جميله جدا، انا اقدر اساعد بنات يعني الفرق بيني وبينهم مش كتير، بس اخواتي بقى الطلبه بتبقى خلاص اخواتي، بقت العلاقه بينا مش مجرد مثلا معلم وطالب، لا بقت العلاقه اكبر من كده. وكون انك قدوه فانت مسؤوله عن كل حرف بيطلع منك وكل وابسط تصرف بتتصرفي كمان. فعلا فعلا. طيب تحبوا تقولوا ايه للبنات مثلا اللي هتشترك في السيزون الخامس، تحبوا تقول لهم ايه يعني مثلا اللي عايزه تشترك؟ الخوف، انا بشوف ان عامل الخوف مشترك في بعض البنات الكتير اللي حواليا ان هم خايفين يقدموا على خطوه زي دي. بس من منطلق الفشل، انا بس كنت عايزه اوصل رساله صغيره، المسابقه مش معموله عشان خاطر انجح او افشل فيها، المسابقه معموله علشان يقدر يضيف حاجه او يعمل حاجه صح، وانه يوصل الرساله صح. المسابقه معموله كايفنت ان هو يوصل رساله احنا مؤمنين بيها. طب لو قابلتك بنت مش محجبه يا امنيه مثلا، يعني انت عشان مثلا تديها فكره ان الحجاب حلو والحجاب يعني بتقولي لها ايه او بتتعاملي معاها ازاي مثلا؟ كنفسيه بشريه او احنا كبني ادمين طبيعيين العقل دايما بيستقبل اي حاجه صح. فانت لو اتكلمتي بطريقه صحيحه ومن الطريق المبسط والسهل عن طريقه الحجاب وشكله وجماله، البنت هتبدا تقتنع. انا مقتنعه بحاجه زي دي، ان البني ادم هيوصل لنقطه اقتناع طالما انا بتكلم في نقطه صح. فازاي ان انا اختار طريقتي وطريقه التعامل مع اللي قدامي؟ في ناس بتيجي بالترغيب، في ناس بتيجي بالترهيب، مش كل البشر واحد ومش كل السلوك واحده، كل الطبيعه البشريه بتختلف من شخص لشخص. الحجاب اكتر حاجه لازم البنت تلبسه عن اقتناع وهي حباه عشان تاخدش الخطوه لورا ان انا ترجع اقلعه من منطلق الحريه. فانا بس كنت عايزه اوصل نقطه ان الحجاب ملهوش اي خلاف عن الحريه، بالعكس هم على وفاق تام جدا. انتوا نورتونا بجد. طب اخر سؤال عايزه اساله لك، الخوف من التقديم للمسابقه هو ان انا مش عايزه اقدم عشان خاطر الفشل اكتر، او العادات والتقاليد في بيتي او مجتمعي ما تسمحش ان انا اقدم في مسابقه ملكات جمال الحجاب؟ لا بالعكس، العادات والتقاليد تسمح ان انت تقدمي بيها لان انت داخله بحجابك، داخله مثلا في ناس مثلا تقول ايه ده، لا
انا بنتي ما تقدمش في مسابقه والكل يتفرج عليها مثلا او تتصور لي هنا وفي حاجات زي كده بيحصل. هي اي حاجه جديده جواز وعرسان وانتوا احنا سمعنا كل الكومنتس دي وكانت انتقادات حاجات كتير يعني جات لكم انتقادات كتير جدا. ده طبيعي خلاص انا وصلت المرحله ان انا زي ما بتقبل المجاملات او المجاملات بتقبل الانتقادات والا ما كنتش استاهل المكان اللي انا فيه. وده شيء طبيعي ان انت مش كل الناس هتجتمع عليكي، ما حدش اجتمع على ربنا فده طبيعي، ما حدش هيجتمع عليكي طبيعي، الناس هتنتقدك وناس هتجاملك، كل حاجه بتبقى موجوده. بس اهم حاجه انت ما دام واثقه في نفسك وفي شخصيتك وفي اللي انت بتعمليه خلاص. وده اللي اتقال لي يعني، قالوا لي انت معقوله تاجلي سنه من مكانتك مثلا بره او كده؟ انا بتدرب في القنصليه المصريه، ربنا يكرم ان شاء الله اكون قنصل باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله يا رب بالتوفيق يا رب. وابقى اول واحده محجبه دخلت ان شاء الله. يلا على خير يا رب باذن الله. بس كنت عايزه اقول حاجه في وقت بسيط جدا، انا بشكر كل حد ساهم في المسابقه دي من اول ايه لحد اخر حد، وبالذات اكتر حاجه بشكرهم عليها هم اصحابي المتسابقين اللي كانوا موجودين. ناس من احسن الناس وانضف الناس اللي انا شفتهم في حياتي، وبجد شكرا عشان اتعلمت منكم حاجات كتير جدا. لسه اللي فيك بتتعاملوا مع بعض دلوقتي مع بعض بنتكلم كتير، اتغيرت كتير، بقيت اكتر يعني بقيت سوشيبل اكتر معاهم. لقيتهم بنات لذيذه حاجة جدا. حاجه كويسه انك تطلعي من مسابقه كبيره زي دي كسبتي فيها كسبتي الناس اللي فيها بالظبط. كانوا دايما يقولوا لي هو انت وجنة ليه ما بتغروش من بعض؟ عشان هي خدت ملكه احنا اصحاب جدا، هي يعني احنا من بيست فريندز كمان يعني اصحاب قوي، اللي هو بنتكلم دايما بنتواصل دايما. احنا خلاص فقرتنا خلصت، وشكرا جدا ليكم، وان شاء الله تبقوا معنا في لقاءات تانية وتشتركوا في المواسم اللي جايه وتكسبوا اكتر، تكسبوا ملكات جمال بقى. سعيده جدا بوجودكم معايا، ودلوقتي هنطلع فاصل صغير ونرجع مع خبيره العنايه بالشعر سحر مصطفى، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني مكملين معاكم برنامجنا الشاي الاخضر مع ضيفتي النهارده استاذه سحر مصطفى خبيره العنايه بالشعر. اهلا بيك يا استاذه سحر. اهلا بيك يا سحر، منورانا بنورك ربنا يخليك. سحر احنا طبعا عايزين نتكلم عن الفتره اللي فاتت في السوشيال ميديا، وفي الفتره اللي فاتت ظهرت حاجات كتير قوي نسمع عنها، حاجه اسمها كرياتين، حاجه اسمها بوتوكس، حاجه اسمها بروتين. عايزين نعرف ايه الفرق بين الثلاثه، ايه الفرق بين الثلاث حاجات دول، وانت بتشتغلي بيهم ازاي؟ يعني احنا انا عرفت ان انت شغلك بالثلاث حاجات بالثلاث مواد دول. لا اهم انا الشغل بيبقى بالبوتوكس والبروتين. الكرياتين الكرياتين كانت ماده اول حاجه طلعت بقى لها كتير جدا، فبعد كده حصل منها مشاكل كتير جدا علشان نسبه الفورمالين اللي اتحطت عليها، وبقت تحصل للناس مشاكل كمان، عدم تطبيق الماده صح سبب للناس مشاكل كتير، تساقط شعر، تساقط وتقطيم وتقصيف. ده الكرياتين بيوصل للصلعة. وصل للصلعة، كانت اصلا الناس عارفه عندها بوادر الصلعة، فده اداهم الدافع الكامل بقى يلا خلاص هنكمل. بس يقولك في كرياتين زيرو فورمالين، يعني بصي الكرياتين يقولك ده الصحي، الكرياتين زيرو فورمالين مش هيفرد، هيديني نسبه ترطيب عادي جدا، وهيدي مش هيعمل اي حاجه. بعد كده الناس طبعا اشتكت، فالشركات طبعا في البرازيل بدات تعمل حاجه جديده، حاجه اسمها البروتين بيفرد بقى حاجه اسمها احماض امينيه. يعني ما فيهوش فورمالين بس بنسبه اقل. لا ما فيهاش فورمالين خلاص بقى، احنا كده بعدنا عن الفورمالين خلاص، هم فهموا فكره الفورمالين واحنا المستشفيات خلاص وعيت عنها، الدكاتره بدات توعي عنها، نزلوا حاجه تانية، فنزلوا حاجه بجوده اعلى بشكل جديد بحاجه مختلفه جدا اللي هي البروتين. طيب بيحصل برضو مشاكل من البروتين كتير جدا، نفس طيب. مشكلة بيحصل نفس المشاكل. طب بتحصل نفس المشاكل ايه؟ العميلة اختارت مادة رديئة، المتخصصة اللي اشتغلت معرفتش تطبق المادة كويس، لان المادة بيبقى ليها مواصفات معينة في طريقة التطبيق. انا عارف ان انتوا لازم تاخدوا كورسات عشان تطبقوا، كورسات وشهادات وبتاخدوا دورات كتير جدا. يعني في مجال خبرتي في الشعر بقى لي كتير، في ناس كتير كده لقيتها دخلت على المجال اصلا وهي ما كانتش فاهمه اصلا المجال ده ازاي. بقى لك قد ايه شغاله في المجال؟ 10 سنين. كتير ما شاء الله الحمد لله. طب من البدايه كده ناخد بقى الشعر حاجه تمام، احنا ازاي نغسله بطريقه سليمه؟ الطريقه السليمه لغسيل الشعر لاي حد عامله بروتين او مش عامله بروتين، وبقولها كتير،
انت ليكي مره واحده بس الشامبو في الاسبوع. شامبو مره واحده. في دكاتره طلعت قالت مثلا ما اغسلوش. لا باقي الاسبوع احنا بنغسل مره، يعني اول مره بغسل بشامبو وبلسم او شامبو حمام كريم، بشوف اللي شعري محتاجه ايه. هو في نص الاسبوع تاني اخدت شاور خلاص، هاخد برضو هغسل بقى بحمام كريم او برضو بشامبو. يعني هو الشامبو مره واحده في الاسبوع، وبقيه اليومين التانيين اللي احنا قلنا بلسم او حمام كريم. او بلسم او حمام كريم حسب اللي انت عايزاه. اصل في ناس بتقول شامبو بس مره واحده في الاسبوع، في ناس بتقول شامبو وبلسم ثلاث مرات في طبيعي الاسبوع. طبيعي انا لازم فروه راسي انضفها من الدهون الزايده، من التراب، من كل ده لازم. من العوامل الخارجيه، العوامل الخارجيه اللي بتاثر على الشعر، انا لازم اغسله مره واحده، انضف فروه الراس. لاني لو ما نضفتهاش، في ناس تيجي تقول لك لا انا بغسل بحمام كريم بس، بلاقي عندها طبقه دهنيه عاليه جدا ويسبب قشره ويسبب تساقط. يعني انا اغسله بشامبو وبلسم مره واحده في اليوم بس باقي في الاسبوع. في الاسبوع في الاسبوع بس باقي الاسبوع مثلا لو انا عايزه حابه اغسله تاني بميه عاديه. ميه عاديه أو ممكن استخدم له لو شعري جاف قوي، ممكن ارطبه بحاجه تانية برضو. ايه يعني استخدمه مره تانية بلسم تاني، حمام كريم تاني عشان يدي الترطيب. لان بس هو عموما يعني الشامبو مره واحده في الاسبوع، الشامبو بعد كده بلسم مره واحده في الاسبوع، او حمام كريم مرتين مثلا في الاسبوع. مرتين في الاسبوع. خدت شاور تاني حرانه بقى. ده بالنسبه للناس الكبار العادي. وطب الاطفال، ما انت عارفه الاطفال بيرجعوا من المدرسه، يعني مثلا على بس الاطفال هي مشكلتها مشكله مع الاهالي في الغسيل وفي التسريح وفي كل حاجه. انا بتكلم على كده، بتكلم ان الاطفال لازم يعني بيغسلوا شعورهم اكتر من مره في الاسبوع. الاطفال بتعاني مع الامهات. بصي هقول لك على حاجه، الام لو بتعمل لبنوتتها دايما حمامات زيت مش هتحتاج اللي احنا بنقوله. بس اغلب الامهات دلوقتي بسبب التطور والوقت وضيق الوقت، فمش عارفه تعمل ايه، بدهن زيت وخلاص. طب ما هو دوت هيلزق شعرايه، مش هتحسي ان الشعرايه كده قافله ببعضها مش مريحه معاكي، فهتضطري ان انت عايزه تغسليها. لا اعملي لها حمام زيت، هاتي لها حمام كريم كويس، هتلاقي نفسك برضو بتمشي بنفس اللي احنا بنقول عليه. طب في امهات بتعمل يعني بتستسهل خالص بقى وتلجا للبروتين والبوتوكس. انا ما بنصحش ام تعمل بروتين الاطفال غير من بعد 7 سنين ويكون شعرها القاسي قوي بقى. طيب صعب. انا اعرف ازاي الشعراية اللي محتاجه بروتين او بوتوكس او معانا تليفون. ثواني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك استاذه انصار. ازيك يا استاذه امنيه؟ ازيك يا استاذه رشا؟ اهلا بحضرتك. ازيك؟ اهلا بيكي، منورانا. ازيك يا امنيه؟ انا في الاول بهنيكي على البرنامج وعلى اختياركم لفقراتكم، جميله جدا ومفيده جدا. شكرا. ثانيا تسلمي يا رب. ثانيا عايزه اسال الضيفه الاستاذه سحر، بالنسبه للشعر السالف ايه ممكن الواحد يعمل ايه الارشادات؟ والشعر المقصف، الشعر اللي فيه قشره، يعني كل يعتبر او الشعر الكيرلي بمعنى اصح، يعني ايه ممكن يفرض الشعر بطريقه طبيعيه؟ بصي ما فيش حاجه اسمها، كانت لسه امنيه احنا بنتكلم عن الموضوع ده من شويه يعني من قبل كده، فيش حاجه اسمها هفرد الشعر بطريقه طبيعيه. خلينا متفقين الفرد الطبيعي اللي هو زي ما احنا كنا بنقول الطاقيه والحاجات اللي بتتعمل في البيت، هتفرد معاكي يوم واحد وخلاص، او المكوى والاستشوار بتوعنا العادي. سمعنا استاذ انصار؟ هو تقريبا تابعينا بقى. هي تابعينا ده بقى. لكن البروتين بيسهل عليا بقى ايه فكره الاستشوار والمكوى، وان ده بيسهل عليا. طب انا اعرف ازاي الشعرايه دي محتاجه بروتين، محتاجه بوتوكس، محتاجه اعرف ازاي الشعرايه؟ حاله الشعرايه بقى. يعني انا دلوقتي لما عميله بتجيلي باجي الاول اشوف الشعرايه، الشعرايه دي عامله فرد قبل كده؟ طيب الشعرايه دي عامله مصبوغ قبل كده؟ في شعور اللي هي البيور العاديه بيبقى الشعرايه ناشفه وكلي قوي، فخلاص انا هستخدم معاها البروتين انا وانا مطمنه. لكن في شعور بقى زي الجافه المتقصفه المتقطمه من سبب صبغات وكده، ببتدي ممكن احط معاها بوتكس، بقول يبقى حنين معاها شويه، هيديها نسبه فرد، هيرطب الشعرايه وهيعالج. هي بتبقى المتقصف والمتقطع ده ما بتبقاش عايزه نسبه تجميل 100%، هي بتبقى عايزه تحمي الشعرايه باي شكل، ان هي ما تقعش، يبقى مش شكلها بهتان تعبان، هي ما بتبقاش عايزه ده. طب احنا ما رديناش على استاذه انصار. استاذه انصار هي قالت الشعر التالف والبهتان والمقصف. بالنسبه للقشره هي برضو اتكلمت على القشره. القشره لازم شامبو قشره او لسيونات من الصيدليه، بتتباع كتير نقط للقشره. طب لو قالت لي انا عايزه حاجه طبيعيه للقشره، هي في ناس بتنصح بالخل، بس انا بنصح بالكريمات. الفروة الراس بتبقى عامله زي جلا زي التهابات، فانا بنصح بالكريمات اللي هي المضاده للحيوية العاديه
بتاعت الاطفال اللي هي بتاعت التسلخات انا بنصح بيها ان تتحط مره واحده في الاسبوع على فروه الراس بس، مع على شويه معلقه ميه دافيه شويه. ده في حاله القشره، ده في حاله القشره مش مش المرضيه. القشره العاديه، القشره العاديه اللي فجاه ظهرت لي من التعب. انا بفضل ليها ده، ان هي ممكن نستخدم الكريم بتاع الاطفال التسلخات في كذا نوع او في انواع كتير. طبعا في انواع كتير، مش المشكله بس مش هقدر اقول اسم شركه معينه فيها حاجات كتير. بنحطها على ربع معلقه ميه وبدهنها على فروه الراس. طيب دي لو في حاله ان القشره مش مرضيه. لكن لو القشره مرضيه هنستخدمها بشامبو قشره والسيونات من الصيدليه، وهنبعد عنها حمام الكريم تماما، نستخدم بلسم ونبعده عن فروه الراس تماما. طب احنا الصور دلوقتي هتنزل على الشاشه، الصور خاصه بشغلك هنتكلم عنها ونعرف ايه الماده المستخدمه في الحاله دي وايه الحاله اللي ادت ان احنا نستخدم ماده معينه. تمام. دي صور تكريم. دي بقى دي كانت طفله، دي طفلة. كانت طفله شعرها كان عادي جدا. سنها كام؟ كانت 10 سنين. 10 سنين. 10 سنين. طب انت لو جات لك حالات مثلا سن اقل بتقبليهم ولا بترفضي؟ لا لا برفض. يعني بتبداي من سن كام تاخدي الحاله؟ انا ممكن بصي اهم حاجه ببص على حاله الشعر. يعني انا عندي اطفال من بعد قبل 6 سنين انا ما باخدش طفل، ما باخدش الاطفال دي. من طيب بعد 6 سنين الطفله دي كان عندها ايه؟ الشعر ده كان كلي قوي، الام كانت صعب ان تسرحها، فكانت بالنسبه لها ماساه جدا في التسريح، فاضطرينا ان احنا عملنا بروتين وحطينا عليه نسبه ترميم علشان يبقى برضه بندي للطفله علاج اكتر عشان يدي اللمعه اللي احنا شايفينها، الشعرايه تفضل بقوامها. ما لأن انا بقى كنت عايزه اسالك على اللمعه دي قوي بتيجي منين؟ يعني انا برضه لما جيت عماله ابص على الصور اللي انت بعتها لنا انا مستعجله. لا هو كل عامه صور كده بتلاقي اللمعان ده كله جاي منين؟ حاسك ان انت دهنه حاجه. لا والله مش دهنه، ما بدهنش حاجه خالص على العميله، لاني لو دهنت هلاقي الشعر العميله كده لزق في بعضه. فبتبقى هي متضايقه، هي بتحب الشعر رايح وجاي كده معاها كرش كده. فلا ما بدهنش اي حاجه مع لا ما بدهنش. لا بس بجد اللمعان ده جاي من الماده نفسها اللي انت بتستخدميها. الماده هي الماده وحاجات انا بقى بتخلط معاها بقى حاجات. بتوصل للمعان القوي ده؟ لا بقى انا بخلط بقى معاها، ممكن انبولات بقى علاجيه بقى. الصورة اللي بتاعتي بقى افتح بقى كده وابتدي اطلع بقى. هنشوف الصورة التانية دلوقتي. دي كانت ايه؟ دي برضو طفلة. يعني انا اغلب الشغل الطفلة. الطفلة دي حطينا معاها كنا حاطين كولاجين مع البروتين وكنا حاطين بوتكس علشان كان الشعر برضو كان تقصيف عالي، وكانت المكان الطفلة اللي هي فيه المية بتاعته مش حلوة، فكان نسبة التقصيف عالية جدا. فأنا كنت عايزة مادة ترطيب بتاعها بنسبة 90% على أساس إن الشعراية تدي اللمعة وتهدي لي التقصيف. يعني الحمد لله النتيجة ساعتها كنا مبسوطين منها، لأني ما كنتش شايفة تقصيف فيها. لأني بلاقي بعض الصور فعلا كل الصور باين إن هي يعني متعالجة صح جدا. يعني أنا أهم حاجة ببقى عايزة أشيل التقصيف تماما، لأني طيب بصي يعني بعد ما إحنا عملنا بتقعد قد إيه بقى؟ فترة قد إيه عشان يعني افضل للشكل الحلو ده؟ بصي لما باجي اقول لعميله سنه فبتيجي تقول لي سنه، فاجي اقول لها بس خلينا بس متفقين، اصل انت مش بعد سنه هتصحي تلاقي شعرك ده متكسر. انت بيجي يعمل ايه؟ عمليه تدريج، تلاقيه بعد شهرين، اربع شهور، ست شهور. انا عامه للاطفال برجح ليهم لو احنا هنعمل طفله كل سنه. يعني انت كل سنه بتعملي الشعر تاني مره كمان ولا لازم؟ لا في ناس طبعا بتيجي تقول لك الجذور اللي هي الشعر السيء قوي تيجي تقول لي انا يعني مش قادره اقعد بيه، او ناس خدت ان شعرها يكون كده فمش مستحمله الشعرها تطلع فيها ويفي فيها، فتيجي تقول لي لا انا يعني عايزه. يعني انت بتعيدي خلال السنه عن الجذور على الجذور ولا لا؟ يعني ممكن لو عميله جات لي في بعض عملاء طبعا اللي هي الستات اللي بتبقى متجوزه مش قادره تقعد قدام جوزها كده، فاجي اقول لها لا خلاص احنا هنعيد. لكن لو بنوته عاديه طفله هاجي اقول لها لا بعد سنه، بعد سنه اريح لك لشعرك، بلاش نجهد الشعرايه، لاني برضو كتر الاجهاد وكتر المكوه بيبقى برضو غلط على الشعر. طب معانا اتصال تاني. استاذه عبير الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك استاذه عبير؟ بس حالك. انا كنت عايزه ابارك لكم على البرنامج. الله يبارك. ازيك يا استاذه امنيه؟ ازيك يا استاذه رشا؟ عامله ايه؟ الحمد لله منورانا. اتفضلي. ربنا يخليكي. حابه اسالك كنت عايزه اسال لما تم صحر بس على حاجه ممكن؟ اتفضلي يا ياما حضرتك. طب لو سمحتي انا دلوقتي شعري بينزل بطريقه رهيبه. سقوط الشعر طيب السبب اصلا احنا عندنا مشاكل عضويه؟ يعني مثلا عندنا انيميا، عندنا ضغط عالي، مريض الضغط عالي.
لازم برضو لاني انا عندي رفعت ضغطي كان بيعلى ساعات. طيب احنا ممكن برضو يكون ده عامل من عوامل ان الضغط عندنا بيعلى فبيسبب تساقط. عندنا النفسية تعبانة بيسبب تساقط. يعني اي عامل بيأثر علينا؟ لا عندي 99 عامل يخليني اتكلم فيها انا وامنية في في الفاصل عن الشعر لما النفسية بنزعل. نفسية بقى لما بنزعل الشعر بيزعل قوي فبقول لها ازاي انا مش هو بيبقى عامل نفسي اكتر. عامل يعني ممكن تلاقي لو ناقص عندك فيتامين د انيميا مريض الضغط لو عندك هرمونات زياده كل الكلام ده بيسبب يعني لازم تعمل تحاليل او لازم الاول قبل ما بدي اول يعني انا ممكن ايه اجي اقول علاج خدي كذا بس الاول باجي اقول لها يعني الاول نعمل تحليل ما ينفعش ادي اي علاج او اقول اي علاج من غير ما اشوف تحاليل. طيب انت اكيد جات لك حالات شعرها اتدمر من البروتين والبوتوكس سواء من عندك او من عند غيرك يعني وارد. مش عندي امنيه مش عندي من عند غيرك وارد ان هو يحصل اي خطا مثلا او ايا كان. بتتعاملي ازاي مع الشعر اللي باظ او اللي وقع او اللي حصل له صلع؟ في بعض شعور ما اقدرش احط فيها بروتين خالص حتى لو الشعره دي متقطعه بتعالجي طبيعي اكيد ابتدي بقى اعالج بقى طبيعي. نبتدي نقول مثلا هندي مثلا علاج 1 2 3 في بيخش لازم علاج الكيميكال والعلاجات الكيميكال طبعا احنا معروف كتير جدا وفي المستورد وفي المصري فاقدر اقول لها ايه خدي اللي انت المتاح ليكي. طيب باجي بعد كده اقول لها الطبيعي هنمشي على خلطات طبيعيه بنيجي او واجي اقول لها خلي عندك طول بال وصفات بقى وصفات بقى. وامشي معاها بايه ان انا اشتغل عليها على خلايا جذعيه. طب بصي هناخد التليفون دوت ونعرف موضوع الخلايا الجذعيه دي ايه. الو استاذه ايه اهلا بيكي. وعليكم السلام. اهلا بيكي. لو سمحتي كنت عايزه اتواصل مع مدام رشا طحر اقصد. اتفضلي. انا شعري دهني وبيتقصف كتير قوي حاولت ان انا اقصه يمكن ان هو يظبط معايا لا كل ما اقصه يرجع متقصف تاني. شعرها دهني لكن اصلا قصه شعري ناعمه عموما. يعني انت خصلة شعرك ناعمه بس دهني وبيقع كتير. شعري دهني ومقصر كتير قوي يعني انا قصيته لا رجع تاني زي ما هو. تمام. يعني بتقصه وما فيش نتيجه. تمام. اولا شعر الدهني هنستخدم له الشامبو اهم حاجه ما يكونش فيه كلوريد صوديوم. شامبو طبي. علشان يقلل نسبه الدهون ما فيهوش اي اللي بيفرزها لان نسبه الدهون احيانا بتكتم نفس الشعرايه زي حاجه انا حطيتها كده الشعرايه ما بتقدرش تتنفس خالص. طيب احنا معانا دقيقتين نعرف بقى موضوع الكولاجين وندخل كده سريعا. احنا قلنا الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه ندخل سريعا في المعتقدات الخاطئه اللي طيب بالنسبه للشعر. الخلايا الجذعيه ديت هي امبولات بنبتدي نعالج بيها شعر العميله ان احنا نوقف فيها التساقط في وقتها يعني في وقت اثناء الجلسه بيوقف التساقط. نبتدي نمشي على التمارين دي لمده 3 شهور مع العلاج اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكيميكال الترطيبات اللي احنا بنقول عليها فبنلاقي خلال 2 أسبوع الدنيا هديت خالص ممكن نوقف ساعتها بقى الخلايا ونبتدي نتعامل بقى على البراشيم العاديه وخلاص. اخر حاجه ايه الاقل خطوره البوتوكس ولا البروتين ولا الكرياتين؟ خلينا نشيل الكرياتين خالص. عايزين احنا نقول ان هو في خطوره طبعا يعني كلها دي مواد برضو كيماويه كتر اي كتر حاجه ليها خطوره كيماويه. طيب شعر انت ايه الاقل خطوره؟ يعني مفيش حاجه اسمها اقل خطوره. امشي روحي عند حد صح يشتغل شغل صح هيطلع لك نتيجه صح شعرك مش هيتضرر. تقصدي طريقه التعامل بس هي اللي ما بتسببش خطوره. بعض العملاء مش من متخصصه او المنتج بعض العملاء مثلا انا عملت شعري فشفت الماده اللي اتعمل لي بيها فاروح للمتخصصه اقول لها انا عايزه نفس الماده. طب يا جماعه الماده دي مش هتناسب شعرك اصلا. فباجي دايما اقول كده مش لازم كل ماده تناسب كل الشعور. انت ليكي ماده معينه وشعرك ليه ماده معينه وخلاص. يعني كل واحد على حسب طبيعه شعره ونوع الشعر بتاعه. تمام. فهو ده اهم حاجه نوع الماده اللي هتستخدميها المكان اللي انت رايحه فيه يكون كويس فعلا وبيطبق منتج كويس واهم حاجه فعلا يكون المنتج اللي انت يعني ايه ابقى انا عارفه يعني احنا في الاخر نقول ان المنتج والمكان اللي انت رايحه فيه وعلى حسب نوع الشعرايه الناس اللي بتعمل لك دي اهم حاجه اصل الخبره اصل هي تبقى فاهمه هي بتعمل لك ايه لان هي ممكن تجيب ماده فعلا كويسه هي تعملها بطريقه غلط تبوظ الشعرايه والعكس بقى صحيح والعكس صحيح بقى خدي يعني ترطب بتعرف تشتغل كويس بس المنتج اللي جايباه في حاجه غلط في الموضوع تلاقي الشعر كله باظ. طيب اخيرا بقى ايه المعتقدات الغلط اللي اغلبيه الشعب المصري واخد فكره عنها بخصوص الشعر؟ بالليل نسرح شعر الطفل
الطفله عشان نريح نفسنا الصبح فنعمله الضفاير وخلاص ده هيسبب لها صلع قدام. لازم يتفكم تنحيل. لا التنحيل وبعد كده يسبب لها صلعه خلاص. انت بتلاقيها بعد كده النحل ده وصل لصلعه. في بعض الناس ما بتتعالجش منه. ما بتتعالجش. طب والله بصي احنا كان نفسنا نكمل معاكي اكتر من كده وقتنا خلاص خلص. عمالين يقولوا لي يلا فنختم خلاص. استنونا الحلقه الجايه. احنا خلاص فقراتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم. استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله فقرات جديده ومتنوعه. وصباحكم جمال وسكر. صباح الجمال ومع السلامه.